قول لي اقول كم تجلس سواء وين المحتك. انا بجهز معي صدق. ما انت برايح معي والله يا ابو سعد. وين؟ معلش المعذره. ليه؟ انت جاحدنا والله. معلش جاحدك وش؟ بعتنا والله يا ابو سعد. يا ثاني من البيع هذه دعابه يا اخوي. انت ما تعرف المزح انتم؟ تعال لا لا خلاص. كنت شوف يا صدق يعني كنت باخذك معي وكنا بنروح نتمشى. ايوه لكن الحين خلاص صعب. كنت شاب متحمس. صراحه كنت شاب متحمس. لماذا؟ بعدين يعني الله يسامحك صدق انت اخطيت. لا وشو؟ كمل وشو؟ اعلمك. قال شو اسمه؟ اقول لك اخطيت من ناحيه وشو؟ يعني انت ما لقيت غير فيصل طلال؟ بس ظهر كلنا ندري انه كويس. طيب اهدى شخص مو في الحياه. انت ما فهمتوني يعني. لا وزيدك من شعر بيت ابوه الشيخ طلال. يلا شيل يعني الحين صلى الوتر كذا يدعي علي. إيه؟ دعوتين كذا اطلع من برنامج متحرول. استغفر الله. ابوي ابوي ابو فيصل تراني.